جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. إلى التفاصيل. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة وجهها للأمة العربية وللأمة المصرية الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر إن مصر أثبتت قدرتها على صيانة مكتسبات السلام ومقاومة أي تغيرات طارئة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن انتصار أكتوبر بمثابة انتصار على اليأس والإحباط. إن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار عسكري في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصارا على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حربا وسلاما وتنمية. فلم تكن أبدا الحرب هي غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى. لقد كانت حرب أكتوبر في الأساس حربا من أجل السلام والتنمية بعد استرداد الحق المسلوب. وعلى مدار أكثر من 40 عام مضت أثبتت مصر دولة وشعبا قدرتها على صيانة مكتسبات السلام ومقاومة أي متغيرات طارئة تسعى للنيل منه لتقويض أهداف التنمية والاستقرار. أكد السيسي في كلمته أن المعركة التي تخوضها مصر حاليا لا تقل في شراستها عن ما واجهه الآباء والأجداد، مضيفا أن هذه المعركة تلزم المصريين جميعا أن يكونوا على قلب رجل واحد. إن المعركة التي نخوضها اليوم جميعا لا تقل في شراستها وضراوتها عن ما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم، وهذه المعركة تلزمنا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد حول الوطن، نحمي مقدراته ونصون مقدساته ونبني للأبناء والأحفاد المستقبل كما بنى لنا الآباء والأجداد الحاضر. فهذا الوطن العظيم يستحق منا أن نبذل له كل غايل ونفيس. كان الرئيس السيسي قد قام بوضع إكليلين من الزهور على قبري الزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته وكبار قادة القوات المسلحة. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى كوبري القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.
وضع محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول أمام مديرية التربية والتعليم بمدينة بنها في إطار احتفالات المحافظة بذكرى حرب 6 أكتوبر. ووجه المحافظ التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية على جهودهم المبذولة، مشيدا بدورهم العظيم في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. هذا وقد هنأ محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن القوات المسلحة دائما ما تقوم بواجبها القومية نحو الوطن وحماية أراضيه وأمنه القومية، معلنا أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر. المشروعات القومية اللي بتتم دلوقتي على أرض الواقع، واللي في منها تم الانتهاء منه، وفي منها اللي هيفتتح إن شاء الله خلال شهر أكتوبر. ويمكن جدير بالذكر إن أنا أذكر مشروعين مهمين جدا هنا في محافظة القليوبية: محور شبرا بنها الحر اللي بينتظره يمكن 50% من الشعب المصري، لأنه هيخدم مش أقل من 10 محافظات. محور حر طوله 38 كيلو هيغني عن الحركة على طريق القاهرة اسكندرية الزراعي. المشروع الثاني برضو اللي يمكن هيفتتح إن شاء الله في افتتاحات أكتوبر مستشفى تأمين صحي، مستشفى متكامل من 7 أدوار فيها جميع الإمكانيات اللي مش موجودة في أي مستشفى داخل محافظة القليوبية. نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية بتنسيق مع قصور الثقافة بعدد من المحافظات عددا من الحفلات الترفيهية في السجون بمناسبة الاحتفال بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر. ويأتي تنظيم الحفلات في إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان. القوات الجوية المصرية هي العمود الفقري للقوات المسلحة، حيث استطاعوا عن طريق الفداء والتضحيات تقديم بطولات سجلها التاريخ المعاصر بأحرف من نور، وجعلوا من رمال سيناء مقبرة لأسطورة الطيران الإسرائيلي. السادس من أكتوبر عام 1973، المشهد كان مهيبا للغاية. بدأ بسيمفونية قادها سلاح الطيران. القوات الجوية المصرية فرع الطيران العسكري في القوات المسلحة، أسهمت منذ إنشائها في العديد من المعارك والنزاعات التي دارت أحداثها في الشرق الأوسط، معظمها إن لم يكن كلها كان في إطار الصراع العربي الإسرائيلي. البداية كانت في 2:05 ظهرا، حيث أقلعت نحو 220 مقاتلة من 20 مطارا وقاعدة جوية تطير على ارتفاع منخفض تحت مستوى الرادار، متفادية جميع الدفاعات. وعبرت جميع المقاتلات المصرية قناة السويس فيما لا يزيد على 2:30 حتى تكتسب عنصر مفاجأة القوات الإسرائيلية متجهة إلى 35 هدفا. استمرت الضربة الجوية الأولى 15 دقيقة تم فيها تدمير مراكز القيادة الإسرائيلية و3 ممرات رئيسة وأخرى فرعية لطائرات العدو في سيناء، كذلك تدمير 10 مواقع بطاريات صواريخ هوك إسرائيلية وموقعي مدفعية ميدان ومراكز إرسال إسرائيلية عدة. تحول تركيز الطائرات المصرية إلى مساندة الدفاع الجوي لمنع الطائرات الإسرائيلية من العبور إلى الجانب المصري من قناة السويس والتي تطير تحت مستوى الرادار. مفهمنا من 56 أنهم بيجي يضربونا في الفجر، فالمصريين بما فيهم الطيارين وكله بيبقى بدءا من أول ضوء من الفجرية من الفيرست لايت لغاية الساعة 8:30 9 بتبقى أنت شادد الموضوع وشادد نفسك على الآخر وقاعد وضع الاستعداد. وقد نجحت الضربة الجوية في تحقيق المفاجأة للعدو الإسرائيلي وتدمير أهدافها المحددة بنسبة تزيد على 90%، ولم تزد الخسائر على 5 طائرات مصرية. كانت الملحمة الكبرى لقوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، ما دفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشي ديان للاعتراف في 4 أيام القتال بالمشكلات التي تواجه القوات الإسرائيلية، مؤكدا العجز عن اختراق شبكة الصواريخ المصرية.
سلاح الجو المصري نجح في التصدي لطائرات العدو الإسرائيلي، محققين ملحمة الصمود والتحدي والبطولة والفداء. وخلال الحرب استطعنا إسقاط 372 طائرة إسرائيلية عن طريق نسور الجو البواسل. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. استمرارا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد المعلومات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، تم رصد عدد من الشائعات خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى إثارة الرأي العام. استقبل دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية لدى القاهرة والوفد المرافق له بمقر الوزارة، وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وباريس في جميع المجالات، واصفا إياها بعلاقات ذات جذور ممتدة في التاريخ، مؤكدا أن فرنسا شريك حقيقي لمصر في المجالات التعليمية والبحثية. وبحث الوزير مع روماتيه زيادة أعداد المنح الدراسية التي تخصصها الحكومة الفرنسية للطلاب والباحثين المصريين، كما طالب بإدراج برامج باللغة الإنجليزية لاجتثاب المزيد من الباحثين المصريين للدراسة في الجامعات الفرنسية. تستمر جميع فروع بنك التعمير والإسكان في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع سكن مصر، وتلقى مقدمات الحجز حيث بلغ عدد الحاجزين حتى أمس 54,354 حاجزا، وهذا العدد يوضح أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت زحاما كبيرا من المواطنين الراغبين في الحجز. ولمزيد من التفاصيل معنا مراسلة أون لايف من أمام بنك الإسكان والتعمير بالمهندسين لمياء حمدين. مرحبا بك لمياء، ماذا لديك الآن من آخر معلومات؟ مساء الخير عليك نهى وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. بالفعل اتحدث اليكم من امام احد فروع بنك التعمير والاسكان، حيث اكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه استمرار فتح جميع فروع بنك التعمير والاسكان اليوم رغم الاجازه الرسميه بمناسبه الاحتفال بانتصارات اكتوبر المجيده. تبدا البنوك في فتح ابوابها من 8:30 صباحا وتستمر حتى 5 مساء تلقي مقدمات أو حجز الخاص بمشروع سكن مصر وبيع الكراسات. أيضا أكد رئيس مجلس إدارة البنك أنه سيستمر في فتح هذه الأبواب وجميع الفروع للراغبين بحجز الطلبات، وأيضا بسبب الزحام الكبير الذي شهدته البنوك في الأيام الثلاثة الماضية، وأيضا تطبيقا لما نصت عليه كراسة الشروط أنه سيتم الحجز حتى 5 أكتوبر الجاري. أيضا العدد حتى الآن هو 54,354
ألف حاجز حتى الآن، وهذا ما يبين ويوضح الإقبال الكبير من الراغبين في الحجز حتى الآن. شكرا للزميلة لمياء حمدين من أمام بنك الإسكان والتعمير، نشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى سياق النشرة. قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين خلال استقباله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن زيارة ملك السعودية لبلاده هي الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها ستؤثر إيجابا على تعزيز التعاون بين البلدين. فهذه هي الزيارة الأولى للملك السعودي إلى روسيا في تاريخ العلاقات بين البلدين. وبنفسه هذا هو حدث بارز جدا. Наши отношения имеют большую довольную историю. Валиалахатина тарих гани джиддан. В 1926 году, 90 лет назад, больше уже наша страна, Советский Союз тогда, был первым государством, которое признало вновь образованное королевство. وفي سنة 1926 قبل أكثر من 90 سنة من الآن كانت روسيا والاتحاد السوفيتي آنذاك كانت أولى الدولة الأجنبية التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية الفتية. فيما أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تطلعه لتعزيز العلاقات بين الرياض وموسكو بما يخدم النمو الاقتصادي العالمي. نحن سعداء بوجودنا في بلدكم صديق. Мы счастливы находиться в вашей дружественной нам стране. ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا بما يخدم السلام والأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي. Мы стремимся к укреплению двусторонних отношений в интересах мира и безопасности, в интересах развития мировой экономики. وفي الشأن العراقي أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لم يبقى وجود لتنظيم داعش الإرهابي في العراق سوى على الخط الحدودي مع سوريا، معلنا رسميا استعادة كامل الحواجة من داعش. النجاح الذي حققناه في تعاوننا لمحاربة داعش يجب أن نستمر في هذا التعاون من أجل بناء البلد وأن يكون هناك استقرار وسلم في جميع العراق. يجب أن نتعاون في مرحلة السلم لتحقيق السلم كما نجحنا في مرحلة التعاون ضد داعش وإرهاب داعش. هذا الإرهاب الذي كان يهدد ليس فقط العراق والمنطقة بل يهدد العالم. أنا أستطيع اليوم أن أزف بشرى إلى جميع العراقيين والقوات المسلحة العراقية وإلى جميع محبي السلام وأيضا شركائنا في التحالف الدولي وكل الذين عانوا من الإرهاب. تحرير مدينة الحويجة اليوم تم على أيدي القوات العراقية اللي هي في غرب كركوك، وفي هذا الإطار لم يبقى لنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا. مشاهدينا الكرام والآن تذكرة بأهم العناوين. في كلمته بمناسبة احتفالات أكتوبر السيسي يؤكد أن مصر أثبتت قدرتها على صيانة مكتسبات السلام. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ينفي إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال العام الجاري. قمة سعودية روسية بموسكو تبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة في خدمة إخبارية جديدة إلى ملتقى.